حب تحية وتذوق قلبي، تحية ليك يا المرأة المغربية. تحية حب تحية وتذوق قلبي، تحية ليك يا المرأة القروية. وضحتي ليهم سر المفهوم في التنمية. مساءكم سعيد متتبعينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج المرة الجاية عندك. برنامج المرة الجاية عندك يعنى بالإبداع والمبدعين في كل المجالات، ويبرز الوجه المشرق لمدينة فاس أولا وللمغرب ثانيا. المسرح المغربي هو مجموعة أشكال فرجوية مسرحية معروفة ببلادنا، سواء الشعبية أو الفطرية كفن الحلقة والبساط، وهو تلك الممارسة التي تمت بالفعل على أرض الواقع انطلاقا من العادات والتقاليد الاجتماعية التي تراكمت بفعل التواجد الاجتماعي للناس، الشيء الذي يجعل هذه الممارسة تنتمي إلى الموروث الثقافي الشعبي. ويبقى المسرح أبو الفنون، وهذا الموضوع له علاقة بضيفتنا اليوم. هي خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي الفوج السادس، أستاذة التعليم الفني بمعهد الفنون الجميلة بمدينة فاس، رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية بالمديرية الجهوية للثقافة جهة فاس مكناس، منشطة في العديد من التظاهرات الثقافية الوطنية والجهوية، مؤطرة كذلك للعديد من الورشات في التعبير الجسدي. مثلت مؤخرا وزارة الثقافة بجمهورية الصين باعتبارها مديرة فنية للمهرجان الوطني لفنون الشارع. شاركت في تشخيص وتصميم كوريكرافيا بمجموعة من الأعمال المسرحية تلك اللبؤة من ذاك الأسد، والاسم له دلالة تكفي، ابنة الفنان عبد الكريم برشيد هي نادية برشيد. اهلا وسهلا بك. شكرا فنانة ديالنا نادين والإعلامية الرائعة، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك اليوم على فضلات البرنامج المرة الجاية عندك. شكرا. قبل البداية، وحنا كنحتفيو بهذا الشهر مارس كله لصالح المرأة المغربية، شنو بغيتي تقولي لنا على هذه المناسبة اليوم العالمي للمرأة؟ هي مناسبة جميلة، ودائما تذكرنا بأن المرأة هي صلب المجتمع، لأن المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الصديقة، هي الزوجة، يعني المرأة هي كل شيء، هي نصف المجتمع، يعني خصنا نحافظوا عليها. وثانيا النهار احنا عارفين ما كافيش، وحنا تنحتفلوا الحمد لله كل يوم بإبداعات نساء مغربيات كثيرات في مجالات مختلفة، وهذا هو العيد الحقيقي ديالها. الحمد لله، وشرف لنا كوننا نساء مغربيات. الحمد لله. متعددة المواهب ما شاء الله عليك، من وسط فني بامتياز. فوقاش كانت البداية الفنية، وشكون اللي ساندك في البداية ديالك؟ بالنسبة للبداية الفنية تلاحظوها من الطفولة، على أساس دائما كان عندنا واحد الهاجس بأن أي ضيف جاء عندنا للعائلة، يعني أنا وأختي كنا تنوضوا تنمثلوا شي مسرحية، تنبدلوا الملابس ديالنا بحال اللي في شي حفل، وتنوضوا نمثلوا العائلة سكيتشات، تنديروا إعادة ديال نكات بطريقة فنية. ودائما كان بحكم العروض، كنا دائما حضورنا للعروض المسرحيه، السهرات دائما، يعني الفن كان حاضر معنا، ومن خلال كذلك قراءتنا يعني في العطل دائما كان مفروض علينا ندخلوا للمكتبه ديال الوالد ونهزوا مسرحيات ونقراهم، كان متعه لنا هذه القضيه. يعني من هنا جات البدايه، ولكن البدايه الحقيقيه كانت ملي تقررت ندير المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. نعم. وشكون كان يعني السند الحقيقي ديالك في هذه البداية؟ لأن تنقولوا دائما مشوار الألف ميل كيبدأ بخطوة. هو المعهد، يعني كنت دائما تنبغي هذا المجال، وكان ديما الأب ديالي تيقول لي ملي تاخذي الباك ديالك ان شاء الله يكون خير، يعني ما يعني دائما كان هذا هو الجواب ديالو، تيقول تتبغي ديري، يمكن هي بحكم لان القرب ديالي للوالد داكشي، يمكن كاين هذا الهاجس، يمكن تكون هي شي حاجه اللي ما كاينش اصرار. ولكن كان مشى تنعقل، مشى للقاهره، وبما انه هو كان تيقري في المعهد، كان استاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، كنت ديما تنسولو كيفاش هذا. ولكن ملي كان مشى لمصر تنعقل، وهو مشى من هنا ودفعت للمعهد، يعني ما كانش خبارو، ودوزت كنت دفعت العلوم الاعلام، ودفعت الاستاذه ديال الفرنسيه في اللغه الفرنسيه، ودفعت كذلك المعهد على اساس يمكن ما تكتبش وما نتقبلش. يعني على ما جا من مصر كنت تقبلت في المعهد، يعني كانت مفاجاه لي. كانت مفاجاه لي. نقدر نقولوا ان الوسط الاسري كان عنده تاثير كبير على الفنانه ناديه برشيد. 100%. الحمد لله. ماذا يعني لك
برنامج المسرح في المساء. المسرح هذا المساء كان واحد البرنامج اللي فتح لي الباب ديال باش نعرف تجربه كبيره في الاذاعه والتلفزه المغربيه. كان برنامج كان هو برنامج كل ليله تيكون عرض مسرحي، يعني كان كل جمعه. هي جايه الفكره من برنامج فرنسي اوتياتر سو سوار، يعني ميسون معروفه في عند الفرنسي اوتياتر سو سوار تتكون شاك سامدي. حنا درناها كان داروها جمعه، كانت دارتها الاذاعه والتلفزه المغربيه. كان كل ليله تنقدم واحد العرض مسرحي ومن بعد تيدوز عرض مسرحي في التلفزه. من ثم بدات البدايه هذه، موراها جات التجربه ديال التلفزه كذلك. كنا التغطيه ديال يوميات مهرجان المسرح الوطني كانت مكناس، كانت صادفت في نفس الوقيته. يعني كانوا هادو تجارب يعني عطاوني واحد الفكره واحده اخرى على كيفاش تشتغلوا في التلفزه، فضاء واحد اخر يعني مختلف على التقديم والتنشيط في المجال اليومي. ولكن انا تنفضل هذا قرب اكثر من هذاك رسمي شويه، خصوصا انك تتميزي بالتعدد في المواهب، يعني ماشي من النوع اللي كيكتفي بحاجه واحده. كاينه تنشبه لك شويه الفنانه نديم بزاف. تشاركوا حتى بحال اللي قلت ان حرف النون حاضر معنا قوي في شهر مارس، يعني كانت معنا الفنانه ناديه التازي، كانت معنا ناديه التازي تبارك الله، حتى هي فنانه تبارك الله عليها. كنشوفوا يعني النساء ما شاء الله رائدات خصوصا من مدينه فاس الحمد لله، اللي رفعوا الرايه يعني خارج ارض الوطن الحمد لله. غادي نسول واحد السؤال، انا قمتي بعده تغطيات اعلاميه لمجموعه من التظاهرات المسرحيه للقناه التلفزيونيه الاولى، شنو يمكن تقولي لي على هذه التجربه؟ اللي قلنا هي التجربة كانت مختلفة، هي كانت درتها بتعاون مع الأب ديالي. نعم. كنا عطينا برنامج ديال التغطية ديال اليومية ديال المهرجانات، يعني هذوك البرامج كان يوميا ليوم تتلقى بأن كاين ضغط ديال التغطية، لأن خص تسجل اليوم في الليل تنباتوا فايقين باش الحلقة لا غدا تدوز. يعني كاين واحد يعني كنا تنسابقوا الوقت، دير استجوابات مع العروض المسرحية مع الممثلين، مع يعني كانت احتكاك الأول حتى يكون عاد تخرج من المعهد، يعني كان الاحتكاك الأولي بالتيغا يعني بالخدمه. يعني كنت خريجه المعهد يعني تيوريكمون قريت خدمت درت عروض مسرحيه، ولكن كانت نشيط جا البراتيك يعني لاحظته اكثر مني درت التلفزه. كانت صعوبه في الاول شويه لو تراك الخوف يعني باش نواجه، سورتو كان اول حاجه قدمتها يعني مني انا تندير التغطيه وعطاوني المكلفين بالمهرجان وزاره الثقافه كانت عطاتني التقديم ديال الحفل اختتام المهرجان، وكان مباشر وفيه الرسميات وهذه الجائزه يعطيها الوالي هذه في اخر لحظه، وكان كان بانيك يعني فريمون عرفتي. وكانت اول مره يعني من التيوري البراتيك فريمون ارتبكت بزاف، وكان جمهور في جنان سبي في جنان في مكناس حبول في حبول كان اون بلانير، يعني كان جمهور كبير. يعني كان جاني لو تراك وما كنتش راضيه على راسي في ذاك التقديم، لان اولادي ماشي داك الشيء اللي كنت هذاك، كنت نقول صافي راه ما يعني ذاك لو تراك ديال تما قلت يمكن ما، وكانوا لي كريتيك ديال الناس وكانوا فنانه، يعني فريمون انا ما كنتش راضيه على راسي في ذاك الوقت. ولكن ملي دابا بالتجربه تنقول بان راه هذيك سي نورمال، واول مره طلع يعني ماشي قدمت قبل في شي حاجه بساط، درت داك الشيء تدريب في اليوميات العاديه ديالي في المعهد، كنا تنديروا دي زيكزيرسيس بحال دابا درت لقاء مع عتيق بن شقر، يعني هادو درتهم وانا في المعهد يعني. ولكن باش تطلع للجمهور مباشر في فضاء مفتوح وفيه رسميين وفيه هذاك كان هذا، ولكن دابا تنعرف بان كان ضروري من داك التجربه باش الواحد ينساش ان حب الشيء يعطي التميز. هادشي اللي كاين يعني كون ما كنتيش بغيتي هذاك الميدان ما غاديش تميزي فيه ولو حتى في البدايه. الحمد لله. لان لومبخانت راه كتبدا من البدايه. هادشي اللي كاين، لان حب لهذا الميدان اصلا هو اللي خلاني انا ممكن انا من طبيعتي ما نديرش حاجه ما تنبغيهاش، يعني نخدمش خدمه هي لان باش نخدمها، تندير الحاجه اللي تنبغي. الوغ حاولت تنحاول نوازن بين حبي لهذا المجال اللي هو لي زاتولي المسرح وهذا، وحتى المجال الاداري ديالي فيه الفني، يعني لقاء مع الفنانه مع الجمعيات، يعني تيخلي بان تنلقى الحب ديالي والامتياز ديالي حضور الانشطه. يعني من لوجون تنبغيش الروتين، انا ضد الروتين، يعني داكشي علاش انا نهار يعني بحكم الوالدين ديالي تتقولي ماما التعليم مزيانه للمراه، يعني كالتعليم لان تكون عندك عطال. لا انا ما باغياش نجلس، ما باغيش عطال، انا باغي نخدم. ما يمكنش نكون استاذه اللي عطيتو اليوم نعطيه غدا، وتلاميذ جالسين وبرنامج محنط. انا بالنسبه لي لا ما نقدش. غتمرضي؟ انا مرض. شنو العلاقه ديالك بالموسيقى الروحيه بفاس؟ تجربة رائعة، 10 سنين تقريبا ولا أكثر وأنا تنخدم معاهم كل سنة. في كان ذاك مهرجان ديال الأوف
كانت تسمى الاوف يعني خارج اطار المهرجان. كانوا واحد السنوات الاول كانوا قالوا مهرجان مهرجان الموسيقى الروحيه تتعطاه لواحد ليليت واحد الجمهور خاص. الوغ ارتأوا اللجنه المنظمه المهرجان على اساس يديروا الاوف مهرجانات الحاجات اللي الانشطه يمكنهم يخرجوا على الجمهور بحال ساحه باب بوجلود هذوك. هو من تما جات انطلاقه من تما جات واحد الفضاء ديال الطفل 100%. يعني كان فضاء ديال الطفل. كنا مع مدام رجاء السلاوي اللي تنقدم لها التحيه من هنا كان لها الفضل لان ديك التجربه معها يعني عطاتني الكثير عرف قربتني اكثر من المجال ديال الورشات لان انا بحكم خرجت من المعهد عندي واحد الباجاج وانني تنحب الاطفال ونت البحث ديالي التخرج كان على الطفل. يعني كنت تلقى الفضاء تلقى فيه فضاء كما تيقولوا الغرض ديالي الحب ديالي لان يعطيني طفل وعطاني تنولي انا طفله. يعني تحت براسي ديك الساعه تيولي انا تالا عندي 8 سنين نهبط معاهم ندير وتحكينا مع انواع الاطفال اطفال متخلى عنهم اطفال ذوي احتياجات خاصه. يعني خدمت مع انواع الاطفال بزاف. هذا هو السؤال اللي كان مهم. هي علاقتك بالطفل؟ الطفل يعني انا حبي للطفل لا يوصف. حتى دابا خصني ضروري نخدم مع الطفل. يعني دابا مع في معهد ديال الفنون الجميله اللي هو سميته معهد جامعي للموسيقى والكوريغرافيا. هذاك المعهد اصلا داك الاربع في العشيه تنمشي تنفس تنمشي عند الدراري الصغار. داك العشيه ديال الاربع تنهرب من الاداره من اليومي تناخذ لينيرجي بوزيتيف وتا هما تنعطيهم لينيرجي بوزيتيف تنلعبوا تنحس الطفل لان الاطفال ديالنا في حقيقه الفضاءات فين هما عايشين دابا لي زابارتمون عندك هادي صغارين للاسف. يعني تنظن بان داك الفضاء الطفل تيفرح جاي لان تخلي له واحد الحريه تيكون على حريته. انا في الطفل الفضاء كاين الحيوط كاين لي ميغواغ وكاين الباركي والحفاه تيلعبوا بالحفاه. يعني لونفون تيكون على طبيعته وتعطيه من خلال المسرح تدوز له دي ميساج من خلال التمارين اللي تنعطيهم بحال دابا ديال ليكزيرسيس ديكوت لو روغار كونفيونس اون سوا كيفاش تنعطيهم له بطريقه بلعب بدي جو. ولا زعما كيتحد انا هذه امور مهمه بزاف للطفل يعني تربيه الذوق وتربيه تهذيب السلوك ديالو. علاش كتكون يعني يوم في الاسبوع وما يكونش واحد البرنامج حافل للاطفال في مدينه فاس؟ حقيقه انا ما كرهتش في حق هذا انا ما كرهتش حقيقه يكون الطفل يعطي اكثر ولكن بحكم انا الالتزامه ديالي الاداريه. ولكن حتى المجال الطفل ما عطيه ما عليهش اهتمام كثير. يعني تلقى مهرجانات مختلفه في الموسيقى والطفل تلقى مهرجان واحد جوج فهمتي تلقى قليل ما كاينش اهتمام. هذيك الشريحه اللي خصها يعني تخدم اكثر ولان هي القاعده هي القاعده هي جمهور المستقبل. يعني دابا لا عطيتي الجمهور وريتيه شنو هو المسرح شنو الموسيقى شنو عطيتيه لي باز ما تخافش غدا يتفرج لك في اي حاجه ويشجع لك اي فنان مبتدل وما يتفرجش في اي حاجه وما يديرش اي حاجه. اما مني دابا ما تتعطيش ما تبقى يخلى متي كبر معلوم امتي كبر تيولي شي حاجه خايبه تبان له مزيانه. ولكن ملي تعذب وتقول له المسرح ها هو ابو الفنون ها هما القواعد ديالو ها الامور ديالو تيعرف الموسيقى خص تكون كلمات جميله لحن كاين فنان خصو يكون اخلاق قبل كل شيء. يعني ما يمكنش واحد تشوفه ما تيلبسش بواحد الطريقه يعني ما مهدبات ما محترماش ديننا واسلامنا وتقاليدنا وتقول لا لان لا انا تيغني مزيان لان تيقرب لي. خص طريقه باش توصل لي ميساج ولكن بطريقه مهذبه وفنيه وباخلاق ونحترموا ديما عندنا ان كادر عندنا فن لان حنا عاوتاني ماشي يمكن في اوروبا يمكن تيديروا شي حوايج عندهم بيرمي وهكاك يمكن تكون دير شي حوايج توصلهم يمكن كاع دير فيلم على عاهرات ولكن الطريقه باش توصلها طبعا بواحد لو كادغ ما ديرليش انا الواقع تنقلوا لي هنا سينو يولي دوكيومونتير يولي روبورتاج ما يبقاش فيلم. فيلم يعني خصو طريقه فنيه توصل رساله وطريقه تصوير يعني تقدر تكوني بالايحاء الايحاء نعم. يعني هادو فعلا صراحه من هضرنا على هذا الشق اللي خاص بالطفل راه فيه ما يتقال بزاف ودعوه كذلك للفنانين المهتمين بمجال الطفل العطاء اكثر لان محتاجين الاغنيه التربويه محتاجين المسرح التربوي الله يهديهم. كاين يعني اللي كتلقاي بعض المنشطين في المجال ديال الطفل وكيتلفظوا بواحد الكلمات اللي ما كتصلحش للطفل. هادشي اللي لا هو اللي عادي تيشتغل على الطفل اكثر يعني خصو يكون رقابه ذاتيه على راسو اكثر من اللي يكون لا. في مجال اخر ولكن هو في مجال كله راه كادغ واحد لان دابا الطفل ولا تيشوف كل شيء تيشوف الكبير والصغير. يعني ما بقى عصر العولمه العولمه يعني عنده بورتابل ماشي ضروري يشوف داك الشيء ديالو راه تيشوف داك يعني خص كل شيء يكون بطريقه محترمه وبطريقه مراقب بواحد ليماج لان راه يشوف كل شيء
ما يشوفش داكشي ديالو الطفل، يشوف كلشي، لان دابا عنده بورطابل راه تيسافر به. لا لا مسؤوليه راه ما تترجعش لها. وتيشوف حتى حاجات اللي ماشي ديال بلادنا، بلاد اخرين اللي بيغمي، ولكن على الاقل راقب هاد الوالدين. الوالدين خصهم الاسره ترجع للمدرسه، ترجع للمجتمع ككل، يعني نراقب داك الطفل على اساس انني باش هادشي اللي كاين. ويكون تعاون كما قلتي، يكون تعاون من كاع الجهات المعنيه. نعم. كوزاره، كجمعيات، كمجتمع مدني، كمدرسه، وكاش دار الشباب، كشباب والرياضه، ويكون تعاون. تنظن بان امور نتمنى الحلم ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله. المهرجان الدولي للرقص التعبيري هو عنوان عريض، ماذا يعني للفنانه ناديه برشيد وكيف تجري كواليسه؟ هو كانت تجربة درتها مع عز الحكم، كنت انا المديرة الفنية للمهرجان، كانت دورة رائعة ناجحة بامتياز، يعني كان دولي بمعنى الكلمة، كانت كنت صوت السبيكتاكل الافتتاح بشباب الحمد لله عمرهم ما داروا الرقص من غير انهم تيحبوا الرقص، وطلعنا ان سبيكتاكل فريمون انترناسيونال. الدوره الاولى هي اللي كنت معاهم فيها، من بعد ما بقيتش بالمهرجان. المهرجان مازال مستمر، وكاين داك الدوره كان الامتياز والحب ديال كل واحد باغي ينجح داك الدوره. وتا قلت لك داك الشباب ما كان لا دعم لا والو، ولكن كانت دوره ناجحه. داك الشباب جاو حتى هما، ولكن المشكله في هذا اللي تلاحظ بان نساء هادشي بعدا في الرقص المجال تخدم مع اطفال، ولكن بعد تياخذوا الباك تيمشيو حياتهم ما تيبقاوش، يعني تيتشتو ما تانفيستيش في شي حاجه اللي تبقى لك دائما، تيديروا حياتك داك الشيء. كيمشي بداك المسار. كاين اللي تيكون عنده من غير هوايه حب ودايروا بان توجه فني في حياته تيدير، ولكن على الاقل تتبقى داك الشاب ولا داك الطفل هذاك خدا شي حاجه فنيه، خداها فنيه، يعني كانت تجربه رائعه زعما، وانا استفدت منها حتى انا كما عطيت فيها خديت منها. الله تبارك الله. شكرا. كرئيسة مصلحة الشؤون الثقافية بالمديرية الجهوية للثقافة، كيف حل الفن والثقافة بمدينة فاس؟ الحمد لله زعما بالنسبه للفاس كاين الجمعيات الحمد لله نشيطه، كاين انشطه اللي بارزه الحمد لله، يعني تتعرف بان مدينه فاس فيها مهرجانات اللي ولاو معروفين دائما وعندهم جمهور تيستناهم كل عام، دورات الحمد لله، وكاين جمعيات اللي تيخدموا انشطه يعني ثقافيا. تنظن بان كاين خاص دعم اكثر لهم، احنا زعما يعني دعم، والدعم ما تيجيش من وزاره الثقافه بوحدها ولا اداره، الدعم خاص حتى لي سبونسور يحاولوا يتحركوا الفن. وفي مصر تلاحظوا بان الدول الشرقيه راه ماشي الوزاره اللي تدير الافلام والمسلسلات والدعم والمهرجانات، راه كاين البريفي يعني سميتو البون لي سوسيتي بريفي كلهم، يعني خص الدعم ديال البريفي ينخرط في الثقافه. الا انخرط في الثقافه تنظن بان يعاون بزاف الشباب اللي ولاو تيعيشوا فقط من المجال الفني، يعني هادوك محتاجين اكثر، لان المورد حياته خلى حياته ماشي على داك الاساس الفن، يا دار مجال كوميدي يا موسيقيه، يعني خصو واحد الدعم باش يبقى، ودعم دائم ماشي دعم ديال عام وعام لا، باش يمكن له يستمر في داك النشاط، لان تيعطي واحد المنتوج فني وثقافي للمدينه اولا ولذاك الجمهور، وكذلك هو راه فاعل في المجتمع. يعني كنظن استاذه ناديه برشيد راه حتى يعني الفن كيساهم بشكل كبير يعني في محاربه الجريمه. عندك الحق، لان انا بزاف الشباب كانوا جاو عندي في الاول ديالهم ملي كانوا عاد شباب، قلت لهم سيروا ديروا جمعيه وديروا، تبارك الله دابا راه دايرين مهرجانات كبار، يعني لقاو راسهم بان هذا المجال وجاتهم اون اوكازيون ايلون سيزي. يعني هو الحمد لله دابا مزوجين بوليداتهم، يعني لان هذا كنت شدات عليه باب بحال هذه، جا عندي ولا جا عند شي واحد ويقول له وما عندي ما ندير لك، سير قرا، ولا هو راقي راسه بان في هذا لو دومين راه يمشي يبقى قابط البوطو جالس واليوم يديره وما عندوش مصروف، ولكن ملي تتشجعوا وتفتحوا باب وتوريه واحد الطريق واحد شويه باصيص الامل هو تيخدم، ودار راه ملي اعطيتي داك الباص الامل هو دار بلوس ديفور ومشى ودار، يعني داكشي تنظن بان الشباب الا كان هذا التوجه ديالو زعما ينبدع فيه تنظن راه ينقذ بزاف الشباب. وكاين شباب فاس الحمد لله بزاف، تبارك الله فاس رائعه عندنا، زعما انا تنعرف شباب لا في الرقص بحال سعيد الودغيري، سهام، عندك شباب الكوميديا، عندك اسمح لي نسي اسماء، ولكن تبارك الله عندنا نخيلي جوات، تبارك الله في الطفل عندنا مشى في هذا، يعني عندنا شباب اللي دازوا تبارك الله فاس اللي الحمد لله مشاو وداروا بداوا بفكره ديال الحب ديال هذاك المجال، عزام براسو يعني كان في الاول حبه لهذا المجال يعني الفن، مشى للدوزيام استافد الحمد لله، هو دار اسم كارير بطريقته، كل واحد اختار الطريق ديالو مهم، ولا اسم كل واحد دار سميتو بطريقه اللي لقاها،
وحسب الظروف عاوتاني توفرات ليه فهمتيني. بحال قلنا لان فاش كانوا دور الشباب يعني مفتوحين وكان عليهم واحد الاقبال ما كانش هذا نسمعوا لاغريسيون ما كناش كنسمعوا التشرد ما كناش كنسمعوا لان كيجي كيتاثر داخل دار الشباب حتى لو ما كانش عنده الهوايه ما كانش عنده الابداع كتخلق او كيجي غير يحضر وتيولي انهم المنظمين ولا دابا ولينا شويه العزوف على دور الشباب كاين تبارك الله طاقات ابداعيه كاين ولكن العوله ما دارت ما دارت دور الشباب ما بقاش كتستقطب العديد من الشباب والشابات اذا ولات باش انتشرت في واحد لا بيريود للجريمات عندك الحق ولكن الوزاره ماشيه في واحد السياسه ديال هذوك مراكز القرب يعني نعم. ان شاء الله فاس يتحلوا جوج ان شاء الله مراكز القرب هذا خبر ان شاء الله يمكن سيدنا يدشنوا في هذا لا بيريود مركز كاين في عين قادوس يعني كاين واحد الفضاء ديال ورشات سيكونوا ورشات بزاف كاين فضاء ديال الخزانه جميل. يعني بعدا الناس ديال ذاك المنطقه يستافدوا كما قلتي هذه القضيه ديال يخرجوا في اي بلاصه يدخل البيبليوتيك يقرا كاين فضاء القراءه كاين معهد موسيقي مصغر يعني مجهز بكاع الالات الموسيقيه مجانا لا مجانا مجانا لان داخل في لندياش يعني في اطار لندياش بشريه وهذا وسميتو كذلك كاين ورشه المسرح وورشه التشكيل وخلاص ديكلاس الموسيقى يعني هادو وكل واحد يمكن له يدخل ويستافد يعني ماشي الى ساكنه مدينه فاس بهذا المولود اللي عرفناه اليوم على لسان الاستاذه هديه برشيد ان شاء الله غادي يكون بالمجان وهي دعوه للشباب والشابات باش ان شاء الله ياك مازال غادي كاين مركز بورشيخ ديجا كاين فيه هذا الشيء مركز الناس اللي ما عارفينوش هذا الشيء اللي كاين يعني تنظن بان لان عاد تحل في وسط جنان سبيل الباب ديالو اصلا في جنان سبيل نعم. مركز فيه ورشه المسرح ورشه التشكيل ورشه الموسيقى مجانيه وذ الموسيقى مجانيه وكاين اون بتيت غالغي تما وكاين المركز ديال المسيره المسرح غيتفتح حتى هو قريبا في المسيره يعني مسرح يعني تياتر دو بوش يعني يكون فيه شي يمكن 220 بلاصه هو يكونوا فيه ورشه المسرح عاوتاني ورشه التشكيل يعني فضاءات هذو القرب يعني كما قلتي لهاد الناس اللي في ذاك المنطقه ما يمكنلوش يتنقل وفي نفس الوقت يعني في بلاصه يمشي في وقت الفراغ ديالو يمكن يدخل ويكون فنان في المستقبل في المجال ولا على الاقل كما قلنا قبيله يكون عندك جمهور ذواق يعرف شنو هو مسرح شنو هو التشكيل شنو من يدخل للغالغي يعرف شنو هو الفنان التشكيلي يعرف شنو هي معهد موسيقي شنو هما السولفيج هذا الشيء مدينه فاس راه مدينه العلم مدينه العلم هذا الشيء اللي كاين تكون معاهد بهذا المقام ان شاء الله شحال من سنه يعني تقريبا واش كاين غير اشهر ولا سنوات في المعهد ديال جنان سبيل لا هذا عاد تحل هذا العام لان كانت هو في اطار لندياش هذو كلهم في اطار ديال عاد لا تحل هو تحل العام هذا العام تحل في اول موسم في الاول افتتاح الموسم الدراسي كاين دابا واحد الحضور هي مازال الناس ما عارفين شنو اكثر ودرنا فيه انشطه ثقافيه درنا الافتتاح الرسمي فيه وكاينين تلاميذ تيحضروا في الورشات هي هو الاقبال بزاف مازال الناس بحكم مازال ما عارفينش ما عارف اكثر ولكن الناس بالمنطقه تنظن لان اللي في مثلا نقول لهم اللي في المنطقه مرحبا بهم فضاء بالمجال فضاء رائع وجميل والورشات اساسي دعنا اساتذه التعليم الفني خريجين ديال المعهد عندنا وديال الفنون الجميله والمسرح اللي كاينين سوغ بلاص يعني اللي تيحتضنوا هاد الشباب مرحبا بهم باديره تكون مزيانه والجميل هو انه جاي يقدم واحد الحي الشعبي هادشي اللي هذا هو صراحه هادو هما مراكز القرب اللي قلنا لي الوزاره بدات تديرهم يعني وفي اطار لينداش تتعاون يعني الفضاء تيكون ديجا الوزاره تجهيز تيكونوا من طرفين يعني تيكون هاد الهدف ديالو هو استقطاب داك الشباب اللي في المنطقه كما دايرين هذوك لي تيغان ديال القرب اللي دايرينهم هي نفس ثقافيا جميل جدا واش في نظر الفنانه ناديه برشيد ان الفنانات والفنانين الفاسيين خداو حقهم الفن ما كاين 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 واحد الحيف حقيقه كاين واحد الحيف الناس المدينه ولكن تنظن اللي معروفين داكشي راه الناس ملي بغى يدير عرس راه تيقلب على الفنان المغربي فاسي ماشي حيف ولا اللي بغى يدير عرس مغربي بحال اخوتي يجي عند كفا فاس تيجي على اللباس والقفطان فاس الاكلات الفاس يعني فاس عندها الحمد لله فنيا راه عندنا واحد الذوق وعن يعني هذه حاجه اللي خصنا نحافظوا عليها اكثر وهذاك الفن كاين الفنانه بحال بهاد الشباب مازال مساكن تيقلبوا على طريقهم ولكن تنظنوا بحال دابا مروان حجي تبارك الله عليه فنان شاب من فاس تيشرفنا فيما مشى يعني في فضاءات هذا عندنا سي بريول
الله يطول عمره ان شاء الله. يعني عندنا فنان الحمد لله، عندنا في السي السوسي الله يطول عمره في الملح، عندنا ناس دفاس اللي تبارك الله في مجالات مختلفه، عندنا محمد الكغاط تبارك الله راه تيمثل في افلام عز العرب سمح لي الله يرحمه، سي عز العرب كغاط هو تبارك الله عليه راه فنان عالمي، ما بقاش ديال فاس ولكن تيبقى ولد فاس، وحنا تنفتخروا به. يعني عندنا في مجالات مختلفه الحمد لله، عندنا فنانين في مجالات يعني فاتوا التراب الوطني. لا لا يخطيك. وكذلك اللي صراحه الله لا مؤلفات ديالو ولا الحمد لله يعني ديالو، يعني راه مسرحيات حاليا او قديم من القديم لدابا مسرحيات تعرض للاستاذ عبد الكريم برشيد. الحمد لله الحمد لله، وترجمه الكردستانيه اللي انا يعني الحمد لله تتلقى معنا الحمد لله. الناس ديال فاس عندنا الحمد لله فاس عامره برواد واسماء، وتا الشباب هادو انا متاكده يعني من خلال متابعتي لهم حتى هما لا تنظن بان ان شاء الله غيمشيو بعيد. يعني تتشوف شحال مره تنشوفوا في التلفازه شحال تنقول هذا ولد فاس، تنكونوا مفتخرين هذا ولد فاس هذا فهمتي. هشام الغفولي شفنا في ام بي سي 5، شفنا فتح الغرباوي في ام بي سي 5، ها هما تيشقوا طريقهم تنفرحوا تنقولوا هذاك ولد فاس. وكاين صراحه الفنانين اللي يستاهل يكونوا في التلفازه غندير لا بيان سور تبارك الله كاين دي كومبيتون، غير مازال خاص تفتح لهم البيبان اكثر، هادشي اللي كاين حتى نتمناو تفتح لهم البيبان اكثر في مجالات كثيره باش يبانوا اكثر ان شاء الله. يقال مطرب الحي لا يطرب، ناديه برشيد مع هذه المقوله او ضدها؟ تنظن ماشي لا يطرب، لا لا يمكن لان تتكون بقوه تتكون نتايا في مدينتك، الا كنتي تخو ساهل وداكشي داك القيمه ديالك يمكن كاين بنادم تيشوفك اقل، لان تتولي متساهل وعادي عند قريب ليه حداه يمكن بعد ما سينو. تنظن انا مطرب الحي راه خصو يطرب الحي ديالو اولا ولكن ماشي لان بعض المرات بحال اللي قلتي انك كيكون التعامل مع ناس طريقه بروفيس الكراتويتي هنا وهنا وهنا وهنا، كاين ناس بعض المرات كيجيب لهم بالهم بحال اللي ما عندك ما يدار ورغم ان هذيك الطيبوبه ديالك او كتبغي تتعاملي مع الاخر هي كتجعلك ما تحشمش تقولي لا، ولكن كاين الناس ياخذوها بواحد الفوق صح هادشي اللي كاين تيقول اه مشات خدمات غراتوي هنا وهنا وهنا، لا ما كاين نساو الا انك تخدمي مدينتك بيان سور. الحب للمدينه هو اللي تيخليك تتجاوز على بزاف الحوايج باش تقول انا تنقدم داك البرنامج ولا داك السهره ولا داكشي، بغيت داك السهره تدوز احسن صوره لان هذيك مدينتي رغم انني ما تقاضيش عليها الاجر، هذا هو اللي تيخليك تدي. ولكن كاين عاوتاني الناس اللي عايشين بداك، انا بحال دابا راه موظفه كوميرا، انا موظفه على مكان ما كاين مشكل، ولكن كاين اللي عايش من داك الشيء من داك المدخول، يعني لما تخلصش من تقديم ومن ورشه ومن بزاف الامور باش يعيش. نعم. هذاك هو الفن منين تيعيش يعني ما عندوش هذاك. تنظن بان خاص تكون الناس يوفوا حتى بحال عروض مسرحيه دابا تتعطي لانفيتاسيون وهذاك ما تيجيش، الوغ كو خاص البيتري شويه باش الناس يعرفوا قيمه الحاجه، انت تعطي انفيتاسيون الانفيتاسيون بحال اللي شي حاجه تنزلها ماشي يعطيهاش اهميه بحال باش خلاص هاد التيكي مش على ميغارا نوقت النوبه. هذا هو السؤال اللي كان جاي موالي اللي كنبغي نسول دابا، ان العروض مجانيه وبحال اللي قلتي بالدعوات او يعني مفتوحه ما كاينش جمهور، علاش؟ علاش؟ لان الناس اولا تيمشيو على الحاجه اللي فيها الهاله، يعني اللي فيها يكونوا وجوه معروفه، تكون موسيقى تلاحظوا حنا متى تكون ندوه ولا هذيك ما تيكونش عليها اقبال بحال متى تكون موسيقى، يعني هذه بحكم اليومي تلاحظوا بان متى دير نشاط فيه موسيقى وفيه ولا كوميك ولا شي حاجه تيكون الجمهور، ما تكونش فيها الندوه علمي تيكون الجمهور اقل، وتتكون هي الاساتذه الجامعيين تيكون اللي مهتم بالموضوع اكثر. يعني هذه تنظن بان التربيه هي اللي هضرنا عليها قبيله. نعم. صار ربي والجمهور تحت انا شفت عروض مسرحيه يعني متكامله والجمهور قليل كتلقى جوج صفوفه الاولى رغم انها مجانا، نرجعوا ونقولوا كان تعودنا على البيي انسان يخلص البيي ديالو حتى 10 دراهم خصو يعرف بان ماشي تسمعوا غراتوي كيسحبهم زعما هذاك العمل راه ما ماشي حتى تيشوفوا العام ماشي تيقول لك دابا في نظارهم تعطي له انت تبخسها تمشي حتى لعندو تعطيه لانفيتاسيون وداك الشيء الوغ كو لا مشى قبط عليها النوبه وهذاك تنظن يعرف بان راه شي حاجه لان داك لي فوغ كما كان العرض مويان مزيان ناقص راه حتى لي فوغ مجهود ديال شباب ديال تداريب ديال سهر ديال مؤلف كتب ديال مخرج ديال ديكور ديال اناره، يعني راه عمل مسرحي ماشي سهل. اقل حاجه الواحد يحترم من العرض من الاول حتى الاخر ديالو ويشوفوا ويخرج، لان حتى هذا الشيء هذه كلها تربيه ايديوكاسيون. مازال عندنا القضيه لان في الدول كيف دول اخرين العرض ملي تيبدا تيتشد الباب
نعم. ومن تدير معاه تسعود تسعود تيتشد الباب وتيد هنا نبيل سميتو لا لا الفنان نبيل الحلو. ملي كنا طلبه في المعهد تنعقل كنا بغينا نشوفوا العروض ديالو تنخرجوا من المعهد وتمشيو نشوفوا العروض ديالو. اولا بالخلاص ندخل العرض ديالو يكونوا ثلاثه ديال الناس في الجمهور تيدير العرض ديالو مسرحي. ما تدخلوش اولا خص تلبس مقاد. حنا كنا طلبه تنجيو بالجين وهذاك مسرح من الخميس ما كاينش تلبس تيغي ا 4 ايبانغ باش تدخل. وثانيا باش تحترم هذاك خصك اولا الوقت تشد الباب تشد واخا يكون عنده جوج ديال الناس. هو تنعقل هذه كانت تلاحظوا يعني الوحيد اللي كان تيديرها في ذاك الوقيته تيشد الباب تيبدا العرض ديالو. انتهت القضيه شويه ملي تكون العرض دايره مع السته تبقى تسنى وتيجي فلان ويجي الرسمي ويجي هذا وتبقى تجرجر وتيجي وهذا ويجي. لا اسمح لي انا بعدا انا كنت انا احترام الوقت عندنا مشكل فيه حتى هو بزاف تنعانيو منه يوميا لا في التزامات يعني الرونديفويات لا الاجتماع يعني ما كاينش احترام الوقت. اجتماع مع تسعود يبدا حتى ل 10 الوغ ديك الساعه راه ضايعه من وقت واحد يدافع يعني عندنا الاحترام الوقت. هذه كلها تربيه تنظن بان تربيه يعني يمكن ولادنا من الصغر بحال في الدول العربيه. انا بتجربتي كنت مشيت للاردن ملي كنت طالبه في معهد كنا مشينا شهرين دوزناهم في واحد المهرجان دولي طفل السلام تديرو مازال حتى لدابا. هذاك كانوا دائما تيوريونا على اساس يعلمك بان خص احترام الوقت تدخل عندهم هما بعد المسرح عندهم تيقراو الدراري المسرح. نعم هذه الاكتيفيتي بعد الدول الشرقيه كلهم ماشي الاردن يعني الدول الشرقيه كلها فيها نفس الملاحظه يعني ذاك الساعه هو صغير تيقرا المسرح ماشي المسرح يقرا باش يولي ممثل. لا كماده اساسيه في النظام الاكاديمي وتدخل المسرح تعرف شنو هو مسرح كاين واحد تيعرف شنو كاين في ليكولي تيعرف كلشي لان باش ملي تيتفرج فيه تيعرف التعب ديال داك الانسان اللي تعب. وكاين واحد منظم معلق الفوق كاين واحد لاغيجي هنايا كاين واحد من الكوستيم صاوب لي كوستيم تيعرف لي زيتاب ديال العرض المسرحي كله يعني تيعطيه قيمه اكثر ما تيستغروش تيبالوش تيعرف قيمته. ومغير بان تعرف قيمته كاين واحد الجمهور خصو يجلس من الال زد ويحترم داك السيد. وكيما في الاخر كاين العرض راه كاين اللي يعجبو اللي ما يعجبوش المفروض يعجب كلشي كاين على الاقل احترام داك نعم. يعني تنظن هادشي الا درنا لولادنا موسيقى والمسرح والتشكيل تكون يعني في النظام التعليمي من الاول بحال الدول العربيه اللي سوقونا شحال هادي تنظن يكون جمهور لا جمهور يكون جمهور ذواق اكثر. نعم وهذه الملاحظه اللي قلتي حنا لاحظنا كذلك في تونس في المسرح ديال الطفل والجمهور ديال الطفل ولقينا الطفل مربي على شحال شريتها مسرح ما كاينش هضره ما كاينش صداع وقت التصفيق كيصفق عارف شنو هو العرض المسرحي. وبحال قلتي الوقت غير كيبدا العرض المسرحي دايرين غير 10 على 10 كيبدا والبيبان كي. كيتشدوا ما يدخل حتى واحد. هذه صراحه لحظناها في الدول العربيه نتمنى تطبق هذه التجربه كذلك في البلد تنتمنى ان شاء الله. اهم الاعمال المسرحيه اللي شاركتي فيها كنا خدمنا مع سميتو مع السي العلوي خلاص ديالنا راه المراني العلوي كنت خدمت معاه عرض مسرحي تحيه كانت تجربه رائعه خدمتها معاه. وخدمت مع محسن مهتدي عرض ديال الوالد حتى هو كنت درت الاشرف الفني كنا درت معهم الفيل والسراويل ويعني هكا قليل ماشي زعما اعمال بزاف مي كانوا تجربات بالنسبه ليا ماركي يعني مع السي العلوي كانت تجربه رائعه لان تكلف بلا كوريغرافي ديال العرض يعني التعبير الجسدي ديال العرض كله كان فيه مشاهد رقص كثيره ودرت واحد المشهد بسيط فيه يعني كنت حاضره يعني ماشي هي من وراء الخشبه كنت كذلك الخشبه ودرت معهم دي تورني العروض يعني كانت تجربه رائعه قريبه. وكذلك ديال العلوي ديال محسن مهتدي العرض كان بشكل اخر يعني كانت درت الكوريغرافيا والعرض كان هو ناجح في الحقيقه هي ما كملناش كنا دايرين نديرو دي تورني ولكن المشكل المسرح تدير حدو داكشي ديال الدعم وتتحبس تيوقعوا مشاكل ماديه يعني المادي تيتقع الفني اكثر هذا يعني تلاحظ هادشي كلشي يعني دابا تنظن دابا زعما تنشوف خلال تجربتي كاينين فرق اللي ولات محترفه 100% بحال دابا راه تلاحظ دابا من خلال التجربه تنلقاو بان العرض المسرحي ولا تيفوت بحال دابا العلوي راه تنشوف دابا عروض تبارك الله تيمشي لمصر تمشي لتونس رضواني كذلك يعني العروض ما بقاوش تيساليو هي داكشي الدعم العصره وتيساليو شحال هذه كان هذا البروبليم. دابا تبارك الله الناس ولاو تعرفوا بان العرض
ماشي ضروري دير داك الشيء اللي داير مع الوزاره وتسالي العرض. مايمكنش انا في دور هز المسرحي وهذا هز العرض ديالك وسير. هي خص الدعم ضروري لان باش تحرك راه ماشي سهله. ما بقاش تساهم من العام للعام وحنا نبقاو واقفين. هادشي اللي كاين خص هادشي اللي كاين. واحد يحاول يتحرك بالعرض ديالو ويمشي يقرب للناس في المناطق في القرى فهمتي بحال اللي كانت تدير سميتو سي الزروالي عبد الحق الزروالي. هاد القضيه كان تيهز الكاتكات ديالو مع المسرح الفردي وكان تيمشي صراحه كان تيمشي بزاف البلايص. القرى النائيه راه عندها واحد الشرم ديالها. لا هذيك الحق انك تمشي عند دوك الناس وما عرفتش. انت التجربه ديالك عندك كبيره في هذا المجال. شفت القرى النائيه كتلقي فيها تفرحهم تفرحهم كتكفي غير ديك الابتسامه اللي كترسمي لها. انا هنا كاين زخم الحمد لله. ما هذوك تما اللي ديتي لهم تتفرحهم ديتي لهم ورشه ديتي لهم هي ملونات وورقه وجلستي معاهم وضحكتي معاهم وتلقتي لهم موسيقى ونتشطحتي معاهم وهذاك تجيهم فرحه كبيره تيخرجوا من داك لاغوتين ومن داك الفضاء وتتمشي عندهم عاوتاني. تمشي المتنفس في المناطق النائيه. ما جاتش فكره ديال التمثيل في السينما؟ لا مثلت ولكن هيك هي زعما ملي كنت طالبه في المعهد كانوا مثلت مع دي زالمو. واحد التجربه كانت دارت شحال هذه تنعقل مع التازي كنا درناها زوينه. كنا طلبه ديال المعهد كانوا جا المعهد وكنا هذاك وقالنا يلاه مشينا درنا واحد المشهد في واحد الفيلم ديالو. كانت تجربه هكا يعني كبير. انا كان عندي مشكل علاش التمثيل لان درت لانيماسيون ما درتش لانتربريتاسيون. واخا الله يرحمه صديقي كان قال لي واحد المره قال لي واش باك طاحوا سنانو في المسرح وانت ماشي ديري تنشط صاحبي. قلت له انا كون نعرف راسي نخرج من المسرح من المعهد نتخرج من المسرح غنمشي نمشي للمسرح نمثل. انا عارفه راسي نخرج نتخرج نمشي للبيرو. انا كانوا اللي تيتخرجوا تيمشيو الموظفين تيدرو يعني خصني ندير شي حاجه اللي يمكن لي نبراتيكيها نخرج ندير يعني هذه هي داك الوقيته اللي كانت يعني ماشي غتخرج وتمشي انشاء الفرقه المسرحيه وتبقى تمثل يوما لان ملي تقرا التمثيل تتولي صافي مهووس. الو بقى داك التمثيل دائما عندي واخا ما مارسوش ما عندي ولكن لانيماسيون لقيت فيها تنحاول ندير فيها كل شيء. اذا نقدر نقولوا بلا ماشي هذا هو الحلم اللي ما تحققش. اه ندير شي حاجه كوميدي ميوزيكال شي فيلم استعراضي مسلسل هذا هو الحلم زعما اللي كان عندي وما كتب ان شاء الله يحقه الناس اللي جايين ان شاء الله. ان شاء الله تكون. شنو كيعني لك العمل الجمعوي وما هي اهم الانشطه اللي قمتي بها؟ العمل الجمعوي انا تنحاول ما امكن نحاول نساعد الجمعيات اللي يحتاجوني في استشارات في ورشات ناثر معاهم يحتاجوا في تقديم الحاجه اللي في الامكان ديالي تنحاول نديرها ناثرهم يعني هذا وتنظن بان راه هو العمود الفقري ديال الثقافه راه المجتمع المدني يعني تنظن هذاك هو العمود الفقري ديال تحيه لجميع جمعيات المجتمع معلوم وعلى العمل الكبير اللي تيديروه. اعرف انك لا تعيشين في جلباب ابيك ووضعتي بصمتك الخاصة في مجال الإبداع والتأطير وكل هذا الأمر واش نظرك قلق السعب كري برشيد؟ لا بالعكس دائما هو تفتخر بيا ومني تيمشي لشي أي مدينة مشاها ولا بلاصة مشى ليها وتيقول له تبارك الله على نادية راه تلاقينا مع ناشط بالعكس يفتخر أكثر لأن أنا براسي كان عندي هذا الحرج في الأول بنت فهمتي تحرج يعني ولكن مع الوقت تنظن بأن درت واحد البصمة بسيطة بصمة بسيطة ماشي ما نوصلش للهالة ديالو وداك الشيء لأن هو مبدع كتب أنا درت شوية الإدارة شوية ديال هذاك ولكن ما درتش تمثيل وخرجت مثلت ودرت نو درت واحد اختاريت يمكن هذا المجال يمكن الأسهل لأن هذاك المجال الفن ملي كنت في معهد بحال اللي خلعني وداك الوقيته اللي كان التمثيل يعني من كان التمثيل داكشي تنشوف بان التمثيل مازال ما عندناش داك الفن عنده داك يعني الا درتي الفن بوحدو تنظن بانه ما يمشيش بعيد ضروري خصك يعني فهمتي يعني انا يعني ما يمكنش تعيشك وما يمكنش دير حياتك وثانيا انت يمكن الواحد ملي تيبغي يعطي واحد الوقيته للعائله ديالو تيظن باش يدير توازن الا مشى عاوتاني في لي تورني ولا المسرح خصو عاوتاني تفرغ تمثيل كذلك ولكن تنظن بان الواحد ملي تيكون عندك زوج متفاهم تنظن وما بالعكس يشجع اكثر تيكون توازن ولكن هذا اختيار يعني حتى واحد ما قال لي هذه ولا هذه بالعكس درت في الاول درت جولات سافرت وعاد بنتي كانت ديك الساعه عاد تولدت بشهرين ومشيت 15 يوم درت جولات يعني ماشي ما كانش زعما وشتي ان راسك تعطي كل ذي حق حقه يعني البيت والابداع والوظيفه
الحمد لله تنحاول. تيكون شي مرات حيف تيكون شي مرات تجي الخدمه كثيره بحال دابا الايامات اللي تيكون عندنا مهرجان تجي شي ضغط وتنبعد من العائله ومن التزاماتي وداك الشيء، ولكن تنحاول عاوتاني نعوض مورا داك الشيء، واحد ياخذ عطله يعطي الوقت عاوتاني كل مره تحاول دير شويه، من مره تهبط هذه هاد الكفه مره هاد الكفه تيحاول، ولكن تنظن بان ملي تيكون الحمد لله الزوجه اللي تنشكرهم هذا المنبر، لان كل ما كانش هو ما يمكنش، لان انا تنظر وراء كل عظيم امراه كذلك وراء كل شي وحده اللي متبيه ماشي عظيمه مي شي وحده اللي دايره العمل ديالها على احسن، يعني كانت ممرضه كانت استاذه كانت في اي مجال الا كانت ناجحه راه كاين واحد التفاهم ديال واحد الزوج اللي تيعاونها اللي تيشجعها اللي تيهز شويه عليها باش يخليها يمكن لها دير حتى المهمه ديالها، لان سينو بعدا هذه شهاده حيه والمناسبه اليوم العالمي للمراه، ان المراه كتشهد للرجل هذا جميل جدا. وي ما نقدوش نعيشوا بلا بهم، انا كنكذب على الله حرام. ما نصيبك من الشائعات؟ ما زعما ماشي بزاف، انا الشائعات ما اولا ما تنكش داكشي بزاف، ما تنشوفش الحاجات بزاف، تناخذ ديما الحاجه لو بون كوتي د اي حاجه، تنحاول ما ناخذش الحاجات السلبيه، تنحاول نشوف الايجابيه اكثر، ملي تكون شي حاجه تتنزل بحال هكا وهذاك تنحاول ما نديرش عليها فوكس بزاف باش ما نتاثرش، باش نبقى ديما خلى داك الطاقه الايجابيه سينو غنهرب من هذا المجال، لان هذا المجال شويه صعيب يعني داكشي علاش الواحد من الاحسن يحاول يدير هكا، ومني يلقى الضغط راه تيوقع شي مره الضغط وتيمرض الواحد بسيشيكمون من الهضره، ولكن يحاول يدير ان ريكول يفكر ويتهدم وعاوتاني يتورني لاباج. هادشي اللي كاين. كاين واحد السؤال كيحير جميع الفنانين، هو بطاقة الفنان وامتيازات ديالها، شنو بغيتي تقول لنا اليوم عليها؟ بطاقة الفنان تنظن بان راه الحمد لله بداية جديدة، على الأقل بما أن ولات القضية مؤخرا ديال التخان ديال الطيارة كاين ديزافونتاج بساط. شحال ديال التخان تقريبا؟ شي 30% ولا شي حاجة، يعني ما عنديش على التأكيد ولكن يعني تقريبا هادشي اللي كاين، ولكن على الأقل تنظن هذه بداية، وتنظن بأن كاين ناس بزاف اللي وراء هادشي. حتى البي دافيون فيها حتى هي يمكن فيها أن أفونتاج اللي سمعت مؤخرا، يعني تيحاول لأن دابا اللجنة اللي مكلفة بهادشي وخارجين المعاد اللي واقفين بالنقابة ديال الفنانه وداك اللي واقف موراتي تيقلبوا على بزاف الامتيازات بشراكه مع الوزاره، على اساس تنظن تولي عندها ما تبقاش هي كارت وصافي باش لا بغيتي تخرج برا دير نشاط، خص يكون عندها بلوس دافونتاج، التغطيه الصحيه مثلا، شي حوايج اللي ان شاء الله اللي تفتح بيبان لهاد الفنانه اللي تيعيشوا فقط من الفن. من الفن، نعم. الشيء الذي يؤرق الفنانه نادية برشيد؟ هي نبغي الفن دائما يكون راقي، وما يكونش داك بارازيت ديال الفن، يعني اشباه الفنانين اشباه الموسيقيين اشباه المسرحي، يكون الفن نقي ويسد الحب بين الفن، لان اساس الفن راه هو خصو يكون حب. انا اللي تيمرضني هي مثلا نشوف صراعات بين الفنانه، فهمتي صراعات يعني يمكن نتصارع معاك ونكون معاك نعطي فن تعطي اغنيه جميله، نحاول نقلب على اغنيه اجمل، هنا تكون منافسه ماشي بكلام جارح ولا بشي حاجه، واللي تيعطيني هو هذاك المجال الازرق اللي ولا مجال الفضائح، يعني حشومه حنا وسورتو يهبطوا ليها فنانين والالفين، تنظن هذاك مجال يعني الواحد يلقى شي حاجه تيدير الغوكول ديالو، ولكن ما يتماداش في امور بزاف. لمن تقول لنا شكرا من كل قلبك؟ شكرا للاب ديالي وامي، لانهما اللي خلوني عشت في واحد الجو فني ورائع اللي حببوني في الحياه وفي الفن، وثانيا للزوج ديالي تنشكره كثير. كلمه الى جميع الفنانين والفنانات؟ كلمه تنقول لهم بعدا عيد سعيد اللي جاي هذا الشهر مارس، كله اعياد، كاين المراه، كاين اليوم العالمي للشعر الشعراء، كاين اليوم العالمي للمسرح لكل المسرحيين، يعني شهر الاعياد والربيع، وتفائلوا ان شاء الله ما يكون غير الخير، نتمنوا ان شاء الله الماجي افضل. كلمه الى المراه عموما والمراه المغربيه خصوصا. المراه هي كلشي، تنظن المراه هي نصف المجتمع وهي المجتمع كله، لان المراه هي الام وهي المعلمه وهي الاستاذه، ودابا ولات في مجالات كثيره، يعني تكون ثيقه في راسها اكثر، والمجال اللي حسات به اكثر وتتبع فيه تعطي فيه، لان منها تبغيها تعطي اكثر، ونتمنى لها عيد سعيد. كلمه الى متتبعي برنامج مرجعينك. شكرا بعد الفنانه ديالنا اللي تنعرفها فنانه تبارك الله عليها راقيه، وشكرا للاستضافه ديالك في هذا البرنامج الرائع، لان اللي تبعته بضيوف بزاف كنت تابعته، والجمهور تنظن بان
الجمهور ديال هذا البرنامج عارف بانه برنامج متميز ونتمنوا له المزيد من التالق. غادي نهديو لك واحد الرمز وغادي تقولي لمن غادي تعطيه. ولذا بمناسبه اليوم العالمي للمراه، شكرا جزيلا. نهديه للمراه الاولى اللي تنبغي، امي. تحيه لجميع الامهات، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج المراه الجايه عندك.